اسامه هاي لا توصل عند مصطفى، مصطفى يوصل بالكره مع امين، هاي توزيع بينيه ولكن ما فهمش عليه دوش البديل دوش لم يكن جاهز لهذه الكره فبالتالي ضاعت على فريق ايمن. الكره من بلال طويله وعشوائيه يا بلال، طويله وعشوائيه هذه الكره يا بلال. شوط اول مثير ورائع، يعني كما كنا نتوقع السيناريو هذا كان متوقع من فريقين مميزين قدما الكثير في دوري المجموعات. كما ذكرنا فريق ايمن عنده خساره واحده ضد فريق يوفنتوس، بينما فريق بالاحول طيله الخمس مباريات تمكن من تحقيق اربع انتصارات، بينما تعادل في مباراه واحده كانت ضد الفريق الذي ضمن التاهل الى النهائي وهو لياس مازاكران. الكره من اسامه عند الدوش، عند الدوش، عند الدوش، ولكن سعد بامتياز يتدخل بالخبره الكافيه، يتدخل ويقطع الكره، الكره عند قاسم، لا يفضل يلعب بلال عند سعد، يرجع عند زميله سعد. الكره طويله مطلوبه من من امين، من امين، سوء تفاهم ما بين كريم وامين، معليش. ما زالت المباراه متواصله، الكره من اسامه توصل في الوسط عند غالي، غالي، هاي تدخل من سعد، تدخل رائع من سعد. هذه كره القدم في اندفاعات في التحامات، ولكن امنكم سلامتكم اهم من كل شيء في هذه المباريات، هي مباريات خيريه والتسديده ضعيفه، ولكن بعيد الحارس لم تشكل الخطوره الكافيه واللازمه. بلال يستعيد لتنفيذ هذه الكره، صعد كل لاعبي فريق بالاحول، الكره طويله عند سالم بالراس ولكن من دون اي خطوره. منصور اربعه اهداف في الشوط الاول، يعني ممكن شهدوا اهداف اخرى ونتمنى ذلك طبعا من فريقين. معليش الحكم يخلي الافضليه، الكره عند الدوش، ما زالوا ساقط امين لكن يرهد، وبلال بامتياز يتدخل، يتدخل بلال. معليش معليش كريم، وعاودوا عاودوا. شكرا لكل الجماهير الحاضره والمناصره والمؤازره لفريقيها. الكره من سعد حافظ بالكره ولكن توصل عند بلال، يضغط عليه مصطفى وخطا، يحتسب خطا ضد مصطفى. الكرة عند سالم في الجهة اليمنى، ينطلق سالم ديال ثلاثة، والحارس في المكان المناسب منصور، تدخل منصور في هذه الكرة، تدخل في هذه الكرة وركنية، من سيتولى تنفيذ سالم. بلال متأهب لتسجيل